السلام عليكم. اليوم عندي واحد الابليكاسيون زوينه ديال المونتاج هائله، فيديو شو بيان بيان دوس. ملي كندخلوا ليها كنكليكيو على اديت فيديو، كتعطينا هذه الواجهه. من بعد يمكن لنا نختاروا البوم ديال الصور من عندنا. انا غادي نختار 4 الصور كما كانوا باش نبين نوضح لكم الطريقه اللي غنتعامل مع هاد المونتاج. دونك هادو هما سجل الفوتو، ندخلوا لي تيم، يمكن لينا نشونجيو لي تيم اللي بغينا. عندي واي بحال هادي مثلا، تعطينا هكا بور موديفي لي سو تيتر، كليكيو عليه. غادي ندخلو لهاد الواجهة، يمكن نختارو الصورة اللي بغينا ونكتبو عليها الكلمة اللي بغينا. كما كتلاحظو ندرو اكسبتي. المهم هانتوما كتشوفو لو فوتو، اننا درنا واحد لو تيتر. يمكن لينا نفرقو على الصور كاملين او الصور اللي بغينا، لكم الاختيار. من بعد تختارو لي موديل ديال ليكري ديال لو تيتر، كما تلاحظو اشكال متنوعة. لان هاد الابليكاسيون فيديو شو هائل في جميع المواصفات، جميع اي شيء يمكن لك تقلب عليه كتلقاه في فيديو شو. من بعد ندخلوا لي زيفي، يمكن نغيروا الصور. كما كتشوفوا هاد الشريط فيه جميع الوسائل اللي يمكن لكم تغيروا بها لي فيديو لي فوتو اي حاجة. نديرو لو كالم، كما كتلاحظو غادي تشغل معانا هاد لو كالم في الفيديو. من بعد غادي نخرجو، ملي تندخلو الريكلاج كيعطينا لا ديوري ديال الوقت اللي بغينا، انه الفيديو يكون مسرع او يكون بطيء. هنا عندنا لي كولور، كنختارو لي كولور اللي بغينا. من بعد كنرجعو لي تيم، كما كتلاحظو اننا وجدنا لي فيديو هاد لي فوتو درنا في لي فيديو. ندخلو انجستري دو لا غالوري، ممكن هنا كنشاهدو الانستغرام، فيسبوك، الايميل، واتساب، اي حاجه باش ديرها انفوي كتمشي اون ديريكت. حنا دابا تيليشارجينا لي فوتو على شكل فيديو، ممكن لكم تدخلوا على لي ميوزيك ولا اي ميوزيك بغيتو. كما كتلاحظوا هو دخلنا في الكارت ميموار، نرنا عليه اليوتيوب. كما كتلاحظوا هو على شكل فيديو. وشكرا على المشاهدة، وما تنساوش تابوناو.